ولا يعني مولود على سلم الكهرباء. اهو خلاص حاجة غير طبيعية. اسندي على الدراع. اهدي 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 شوية. ده خبطني في كتف. معلش. وانت يا اباجورة جنبي يا اخويا. خلاص بقى يلا. اهو. يا اختي. ممكن تمسكي في الشنط؟ حاضر حاضر اهو. معنى كده احنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا 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 استنى يا استاذ عز. انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعرفك وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازلك عن كل ثروتي بس خلني اعيش. الله يخليك. كل ثروة ايه يا عم؟ الافلام القديمه كل انت هتتنازل لي عن كل ثروة؟ انت شايف نهبل ولا ضايق عصافير؟ ده انا اول ما اسيبك هتخلع. لا لا انا من ايدك هذه لايدك هذه. صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك بس الله يخليك شيل البتاعه دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني في ازازه كبيره ساعه بس. ده 100 صندوق ازازه كبيره تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصر يا عم أم الدنيا. أنت عارف سموه أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. حاضر حاضر. يلا حاضر تحت أمرك. إيه العربية الحلوة؟ يعني ايه الكلام ده؟ طب يلا اقفل. يو في ايه؟ متزربن ليه دلوقتي؟ في اخبار زي الزفت. زفت ليه؟ كفال للشر. في ايه؟ الزفت اللي اسمه مروان هو ونجوان سابوا الشقه اللي معانا عنوانها واختفوا. اختفوا؟ يا نهار اسود. اختفوا ازاي يعني؟ في صوتك شويه. سابوا الشقة وغرف 60 داهية محدش يعرف مكانهم. طب وانت عرفت ازاي؟ عرفت من واحد صاحبي دفعتي عايش هنا كنت مخليه يتابعها. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كده احنا ملناش اي لازمة هنا. يعني ايه هنرجع مصر يعني ولا هنعمل ايه؟ يعني هنقعد في اليونان ندور على 2 مصريين ما نعرفهمش؟ يو ما نعرفش حاجة غير اسمائهم. بالراحة وطي صوتك احنا في مكان عام. انت عارفة انت اتسلكتي على حيطه مايل. ايوه والحيطه دي هتقع بيك ان شاء الله. هي كوريا دي كانت فلحت في حاجه في مصر لما هتفلح في بلاد بره. هي اه صحيح اردى في كل حاجه الا المصلحه. اردت ايه يا اردى انت؟ يا بومه. انا بومه؟ انا مش بومه انا غراب. بس غراب ايه؟ من نوع معين كده. احنا ان شاء الله هنروح الجنينه وهنتفرج على القرد اللي بيتنطط. تبقي تيجي معايا تنططي يا حبيبتي. كوريا شاطره يا طنط موسوكا ونادر معاها وان شاء الله هيرجعوا الفلوس. طب والله العظيم انت بنت غلبان. انت عارفه فلوسي دي كانت هترجع ازاي؟ لو بعت الواتسوكا ابني ومعاه البت نوال. البت نوال تروح بقى تترقص لطليقي كده اهوت وتعمل له الشويتين وترجع لك الفلوس صح سليم. افرضي ان ده حصل، كانت ست نوال هترجع الفلوس؟ لا بيني وبينك دي تاكل مال النبي. يعني يا اختي في ايه؟ انا استخبي يا بنت استخبي يا بنت بسرعه يا بنت استخبي. مين اللي بيخبط؟ مين؟ يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا اخويا مالك؟ فين هايدا ابو طالب؟ مين؟ ما نعرفهاش. فتش الشقه. عايز ايه يا واد انت وهو؟ في ايه يا اخويا؟ هو في ايه؟ ها؟ بتبص لي كده ليه؟ ها؟ يا اهلا يا اهلا. خش يا اختي انت وهي غيروا هدومكم عشان كلكم كده مقبوضين عليكم بالصلاه على النبي. يعني ايه؟ ام سوكا وسندس مالهمش دعوه بحاجه. مالهمش دعوه بيه. هما كده متسترين عليكي. هتخشوا تغيروا ولا ناخدكم كده زي ما انتم؟
فضلك يا ياسر، هما ملهمش دعوة. هناخد هايدي بس. يلا. هات ورايا. اتفضلي يا هايدي. امديلي على المحضر ده. ممكن اعرف الاول مين اللي قال لكم على مكاني؟ الرقاصة اللي كنت قاعدة عندها في الاول. نوال؟ احمد ربنا انها جات لنا وما راحتش لياسر، لاني يعني ما كنتش هعرف اقنعه انه يعمل لك محضر انك سلمت نفسك. عشان كده برضه ما قبضناش على موسوكا وسندس، لان مفيش جريمه تستر اصلا. والله كتر خيرك. ياسر كان مصمم انه يقبض عليك عشان ياخد الترقيه. يعني هي جت بلغتك انت الاول، وكان ممكن ما تقبضش عليا صح؟ يا هايدا انا بشتغل ضابط شرطه. ما ينفعش اعرف مكان حد هربان واتستر عليه. وبعدين ما قبضتش عليك رسمي. الرسمي انك جيت الاسم بنفسك وسلمت نفسك. لازم تروحي دلوقتي مباحث الاموال العامه. ياسر هيعملك محضر روتيني كده بالقبض عليك، وبعدين هترجعي لي هنا الاسم تاني. هتباتي لغايه الصبح، وبعدين هتترحلي على النيابه. علاء باشا، خلصت ولا المحضر ده مطول ولا ايه؟ بالراحه عليها يا ياسر، انت عارف هايدي تهمني قد ايه. حاضر يا حنين. اتفضلي يا ست هانم. كده كده راجعين، يبقى احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما نرجع وخلاص، ولا يبقى زائد فلوس يعني؟ هو اللي معاه قرش محيره يقعد في اللوكاندا ويطيره. الو، شوف الراجل ولا كاني بكلمه. ايوه يا ابو طالب، بيه ازيك عامل ايه؟ الحق نادر، هايدن قبض عليها. ايه؟ اتقبض عليها ازاي؟ الضابط اللي اسمه علاء كلمني وقال لي انها كانت في اسم مصر القديمه، وانه عمل لها محضر انها سلمت نفسها وهيقف معاها. نهار اسود، جولي اتعكشت. طب اهدى اهدى بس وسيطر على الموقف، وانزل بسرعه عشان تلحقها في الاسم. ربنا يسترها معاكي. طب اقول لك ايه، اسالوا خالد سندس فين؟ لا تكون ولايه مسوكه كرشتها. يا ابو طالب بيه، انا وصلت هنا لقيت مروان ونجوان اختفوا مش عارف ازاي. مفيش حاجه اسمها اختفوا، انت لازم تجيب مروان والفلوس وما تجيش من غيرهم كده، هايدا هتروح مننا. يا عم بقولك اسألوا سندس فين. حاضر حاضر حاضر. اسألني. كوري عايزة تعرف سندس فين. بتلاقيه عند ام سوكا دي ولا حاجة. بقولك ايه، سلام، انا كده اتأخرت. قالك فين؟ عند ام سوكا. لازم نوصل لمروان ونجوان دلوقتي حالا. عاوز تلاقي نجوان؟ للأسف جه اليوم اللي لازم الاقي فيه صفيح الزبالة وادور عليها. بدور على ابراهيم. ايه؟ ابراهيم؟ ايوه، اسمع مني انا. دور على ابراهيم تلاقي ست نجوان.